استاذ علاء، يعني كنت بتكلمني على عشان اديك فرصتك اهو، ايوه الاستوديو التحليلي لان بعض البرامج. لا انت قاصد ملك الكتابه. بص لا لا خلينا، لا لا خالص، لا 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 ما اسلم، تقوليش لا قاصد. لا 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 ثواني اسلم، بس، لا لا اسلم اسلم انت ما اسلم، دخلتش لا يعني. لا 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 داخل، لا 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 ثواني لا بس، لا ما تسميليش اولا حد. اسلام، لا لا اسلام لا ما تسميليش حد، اسلام، ما خليك صريح، خليك تسميليش صريح. حد. انت لا لا الاستوديو التحليلي خالص اتعمل وتقول خالص، برنامج ثواني وقناة بس يا نادي، استاذ. طب لا ممكن تقول لي هو انا ما البرنامج؟ قلتش قناة النادي، لا قلت قناة انا قلت نادي، بعض لا لا البرامج لا لا انت قلت قناة وقناة. نادي، لا 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 وقلت قلت قناة اهلي نادي، وزمالك، انا لا عارف لا انا لا عيدي لا انت كويس. قلت لا لا قناة نادي، انا استاذ، سامعك لا بره. لا خالص. على العموم انا يعني بس، انا بس بقول لك، انت بتسالني سؤال تقول لي انت قاصد كذا، فانا بقول لك لا. انت اشمعنى رحت للبرنامج ده تحليل؟ لان هو انا البرنامج اللي مستغرب اتناول، انك انت هو لا اللي اتناول، لا هو لا اللي لا اتناول خالص. الازمه اللي حصلت على بين فكره، لا 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 رضا ثواني، عبد العال وكابتن شادي محمد. لا على فكره في برامج تانية انت بس اللي مش متابع تناولت نفس لا لا القصه. مفيش خالص، انا على فكره لا ما مفيش، بتفرجش خالص لا انا بتفرج، على، لا انا ايوه انت بتفرج. بتتفرج ماشي، لكن انا مش قصد خالص برنامج بعينه، انا بتكلم على التناول الاعلامي. وده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان الاعلام يتناول كده. لا خالص، لا لا طبعا هقول لك مثلا، هو الاعلام ايه يا استاذ ثواني علاء؟ ثواني بس، انت ممكن انت تديني راجل فرصه اجاوب؟ استاذ، طب اسالك، ممكن تديني فرصه اجاوب؟ ما انا مديك طب فرصه. اتفضل. حضرتك مثال بغض النظر عن التناول اللي انت بتقوله، برنامج مثلا زي ملك الكتابه في قناه النادي الاهلي، ده برنامج معني، لا معني انا مش يا جاي سيدي، اتكلم عن انا برنامج، بشرح لا لك، لا انا ما بشرح لك. تكلمنيش عن برنامج طب معين. خلاص، اولا لازم البرامج في اي قناه بتكون برامج منوعه، يعني مش لازم برامج يكون لازم ترد على بعض ما اثير. يعني هضربك مثال، يعني لما قناه الاهلي تتناول مثلا الازمه اللي حصلت لازم تتناولها برضه ما بتكلمش يا على سيدي، قناة ماشي انا الأهلي. بشرح لك، انا بقول لك بفترض لك مثلا، ولو مش ده قصدك يعني، لكن انا هضرب لك مثلا، انا كعلاء عزت قاعد وبتفرج على برنامج ملك وكتابه وتناوله برضه أنت يا مصنف، سيدي، انا لا بشرح يعني لك يا سيدي، بص، كل الاحترام والتقدير يا سيدي لكل ماشي، الناس، يا سيدي ماشي، لكن أنا مش لكن قصدي أنت ليه برضه عايز انا تروح مؤمن، لحاجة وحدها بقى. انا مؤمن ان من حق الاعلام يناقش اي قضيه، ودي قضيه مش عاديه، لما اتنين نجوم كوره طب يتخانقوا على أنا الهوا. أكون، ثواني بس يا أستاذ اتفضل. علي، هو أنا أكون ما ورايش حق اتكلم دوت مثلا مره؟ عز جمال احضرنا، انت راجل معاك. استاذنا، لا فانت بس انا حضرتك هقول برضو، اه يعني اتفضل ممكن كلامي اتفضل. هيبقى في نفس اتجاه علاء لسبب، ماشي. طب احنا لان بنشكرك عز لا والله لان البرنامج، بص، في برنامج في قناه النادي الاهلي او في قناه نادي الزمالك بالظبط بيناقش كل ما يرد في الاعلام، ده طبيعي، ها بيعمل عليه فوكس، طبعا تركيز، طبعا. ف انا بعتبر ده مش عيب في برنامجك، لا 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 انا خالص، بعتبر خالص انت، خالص. بص انت انا بالعكس، قناتك، قناه تين نجحت في ان هي تقدم فقره معينه تثير اهتمام الاعلامي في قناه الاهلي، او علاء عز مثلا، خلينا نضرب المثال على علاء عز على السوشيال ميديا، خلينا السوشيال ميديا ماشي بالظبط. ده في حد ذاته انا بشوف انه ما فيهوش اهانه للقناه بتاعتك خالص، لا خالص هو خالص. بالعكس انا بقى بقول ان قناه تن متشافه برنامج اسلام صادق ومحمد فاروق، متشافه محمد فاروق الاول طبعا، محمد فاروق طبعا، طبعا الاول طبعا اكبر طبعا سنا وخبره، لانه هو نجم كبير ماشي جدا وطبعا يعني. وانا بتشرف ان انا موجود لا، وانت لو معايا. لو قلت علاء عزت وجمال الزين انا متقبلها، ده حبيبي فانا نفس الحكايه من هذا المنطلق. لا انا بس عشان كابتن فاروق مش موجود، لا هو كابتن فاروق دايما هو طبعا رقم واحد. برنامج محمد فاروق واسلام طبعا صادق بيقدم حاجه يعني، حتى لو حصل موقف في الحلقه، طب ما انا بتفرج على خناقات، احيانا خناقات كتيره جدا بتدور بين الضيوف عندك بالظبط، بس كله بسبب ايه؟ اختلاف وجهات النظر، واحد موقفه كده والتاني موقفه عكسه تماما، فشيء طبيعي. معنى بقى ان برنامج انت جبته سيره او جت الموضوع ده يهم قناه النادي الاهلي طبعا، فمش عيب ان قناه النادي الاهلي تتناوله، تتناول هذا الامر. هو شيء، وبعدين انا عارف هتقول لي برضو شكرا قوم بقى. لا ازاي بقى؟ لا ما انت اولا راي حضرتك ده على، لا انا بقول لك اه اتفقنا اهو. ليه بقى؟ لان انت حضرتك مش متعصب. لا بالعكس، في فرق ما بين لا لا الراي لا لا الراي لا ملهاش علاقه، بس اعتقد لا. لا بس انا بكلم حضرتك يعني، انا أولاً لما الاقي قناه الزمالك بتهاجم النادي الاهلي بشكل او باخر او اغلب الوقت، معلش يعني اغلب الوقت النادي الاهلي محطوط ك ايه، كل حاجه هدف كل هدف حاجه يقول لك النادي الاهلي، طب احنا عايزين زي النادي يعني، ما هو برضو ده مش ما هو عيب. العكس بيحصل،
لا خالص. هنا وهنا لا لا خالص ممكن خالص. بنسبه اقل لا بنسبة لا لا بنسبه إيه؟ لا تقارن بنسبه لا تقارن يا سامي تكاد تكون النهارده معايا جزء اهلاوي لا لا مش جزء اهلاوي والله بس طبعا مشرفينا طبعا.